وأود أن أشيد هنا بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به مؤسسة الجيش الوطني الشعبي عند حدوث أي كارثة، وهو ليس بالأمر الغريب على جيشنا الشعبي الوطني سليل جيش التحرير الوطني، فلهم منا كل التحية والتقدير، وكذلك لأفراد سلك الأمن الوطني والحماية المدنية لما حازته من عرفان وتقدير دوليين شاهدين على كفاءتهما ومهنيتهما في الميدان، وهي تتويجات جاءت نتيجة الدعم الدائم لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لهذا الجهاز وحرصه على تطويره وعصرنته وتكوين أفراده احترافياً.